مباراة الأمس وكيف رأيت هذه المباراة؟ رأيت المباراة زي ما جماهير النادي الأهلي شافتها وزي ما لعيبة النادي الأهلي شافوها وزي ما كل الناس شافتها. أكيد مباراة بعيدة شوية عن اللي احنا كنا مستنينه، بعيدة شوية عن المنتظر. انت كنت دايما النادي الاهلي مرشح للفوز، دايما النادي الاهلي بيدور على انه يكون هو اول المجموعه، دايما ما عندناش مباراه تكسب ولا تلعب، دايما بندور على ان فريقنا يظهر بالشكل الكويس، دايما يلعب الكوره بتاعته. انما احيانا بيكون في ايام مش بتاعتك، وكويس جدا لما تلاقي انت اليوم مش بتاعك وما تخسرش، ده كويس جدا. لان الاداء امبارح كان يقول ان الاهلي يخسر، وكان يقول انك خرجت باقل الخسائر من المباراه، واحنا لا نختلق مبررات للفريق. انما دي الكوره. انا دايما في تصريح مهم كان بيتقال، قاله فايلر على فكره المدير الفني السابق للنادي الاهلي، كره القدم مش بلاي ستيشن، يعني مش على طول هتكون في افضل مستوياتك. الفريق البطل هو اللي يقدر انه في اليوم الوحش يطلع بأقل الخسائر، شاء من شاء بقى وأبى من أبى. دي الواقعية بالنسبة لي في الكلام. احنا كنا في حاجات كتير ممكن نتفاداها امبارح، في بعض الأخطاء اللي حصلت ما كانش ينفع تحصل، انما في الآخر انت كنت خسران 2-0، قدرت انك في وقت قاتل انك تتعادل. اذا نقدر نقول ان مباراة امبارح زي ما قال قفشة على انستجرام عنده امبارح، ان ما كانش يومنا، ووارد جدا وكان كويس جدا ان احنا نقدر نرجع. انما انا بقول للعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، مش هو ده المنتظر، واحنا هنقاتل علشان نكون في مكاننا الطبيعي، وهو انك بتدافع عن اللقب طبعا. فاكيد ما كناش راضيين عن الاداء، انما الحمد لله ان هي خرجت كده بالنسبة لي وجهة نظري. يعني البعض برضو كان بيشوف أستاذ خالد إن لولا ضربة الجزاء برضو ما كانش التعادل جه، يعني دي كانت حاجة كده خدمت الفريق عندنا، لكن ممكن ما كانش فعلا إن إحنا نحرز هدف التعادل. وده حقيقي بصراحة، ضربة الجزاء ما هو التوفيق، ربنا ما بيديش التوفيق إلا اللي بيستحقه أحيانا. يعني مثلا مباراة فيتا كلاب اللي إحنا اتعادلنا فيها هنا، وكان أداء بالنسبة لي كان أداء هايل، وأهدرنا كم كبير جدا من الفرص. صحيح. أنت كنت تستحق أنك تكسب المباراة دي، وبالتالي بتتردلك في المباريات اللي زي كده. التوفيق اللي بيغيب عنك في مباريات كتيرة أو في بعض المباريات لما بتكون أنت أفضل وما بتعرفش توصل، بيجي مباريات أنت بتكون الأقل في المستوى، وربنا بيسترها معاك زي ما بقول لك. يعني لان ده امبارح تدابير ربنا اللي حصل بصراحه، جزء كبير جدا منه ان توفيق ان ضربه الجزاء تضيع، وانك الشوط الثاني ترجع ويتحسب لك ضربه جزاء هي حقيقيه طبعا، وانك تكون موفق. انما في اوقات لا، اللي احنا خايفين منه، ان احنا خايفين منه واللي دايما بنحذر منه، انك من الممكن والوارد ان الحاله دي تتكرر تاني في اوقات ما ينفعش انك تعوض فيها. احنا اوريدي بقى لنا فتره خالد، يعني ايه ربنا ساترها، يعني عشان انت تستاهل، عشان انت تستحق، ما اختلفناش. بس انا قصدي اقول لك برضو، نرجع ونقول ان دايما بيبقى في توقعات المشاهدين والاهلاويه والجماهير في حد ادنى مطلوب من جوده الاداء، لو ما اتحققتش ما بنقفش بقى كتير على ان احنا ايه، يعني ربنا سترها معانا. بس هو ده اوريدي موجود. بص الفكره كلها واللي حصل بقى، خلينا نتكلم في فنيات شويه. اللي حصل في مباراه امبارح هو انك انت دايما كنا بننتقد، او بعض الناس بينتقدوا موسيماني في عدم ثبات الطريقه والتشكيل. والفتره ما موسيماني استقر على 4-4-2، وقدر انه يقدم اداء كويس جدا قدام فيتا كلاب بره ارضه بنفس الطريقه، محمد شريف ومروان محسن قدام، اللي ساعدك كده. احنا هنستدعي شويه مباراه فيتا، لان كان ممكن يكون في ليها محاكاه في مباراه المريخ، وده ما حصلش لظروف هنتكلم فيها. فانت ساعدك كده انك قدرت في الدقائق الاولى انك تسجل الهدف الاول، فده بيفوقك، ده بيقول لك الغلبه معاك، وان انت تقدر تسيطر وبتهز ثقه الفريق اللي قدامك.
فده فتح الامور بالنسبه لك قدام فيتا. ده خلى موسيماني يفكر طب ليه انا ما ثبتش الطريقه والعب بنفس الطريقه قدام المريخ. وقد كان هو لعب بنفس الطريقه قدام المريخ 4-4-2. هنا المفروض من وجهه نظري انك دي بتستخدمها لما بتكون تقدر تستخدم كل الياتك وتقدر تفرض سيطرتك وانت تكون صاحب المبادره وصاحب الهيمنه على الملعب. ده كان في الربع ساعه الاولانيه معانا قدام المريخ حاصل بالمناسبه. واول ربع ساعه تقريبا انا ضيعت 3 فرص يعني فرص واعده. كوره استقبلها محمد شريف في نص الملعب اداها لمحمد مجدي قفشه على اليمين ومحمد شريف فتح له داخل منطقه الجزاء فضل قفشه انه يشوط في جسم المدافع وما يروحش شريف. الفكره كلها انك كان ممكن نفس السيناريو يتطبق في الربع ساعه الاولانيه وتجيب جون وكل الامور كانت بتختلف طبعا. اللي حصل ان بعد الربع ساعه الاولى طبعا انت بتلعب على منصات التسلل. الفريق اللي قدامك عرف ان انت عندك ثغرات في ان محمد قفشه ما بيقومش بادواره الدفاعيه لانه كجناح مش دوره مش طبيعته. ونفس الموضوع اجايه ناحيه الشمال فهو اخترقك وعزل الدفاع عن منطقه النص عن الهجوم فاصبح انت في فراغات اللعيبه تقدر تجري فيها. وعشان كده انت لجأت انك تلعب المسات التسلل وانضربت مره في الجون الثاني وانك يجي فيك هدف بالونه من نص الملعب ومن 2 المدافعين برضو ده كان اوت فورم او يعني انت خارج الخدمه بعض اللعيبه شويه وده وارد. عشان كده هنا انا كنت منتظر من موسيماني في الدقيقه يعني خلاص طالما انا اتكشفت وال 4-4-2 مش ماشيه معايا اذا لابد ان انا اغير. كنت منتظر في الشوط الثاني ان يحصل التغيير. هو عمل تغيير ادوات مش تغيير طريقه وده برضو هيفضل نفس النتائج لان هي نفس الخطه المكشوفه اللي هو خلاص انت مخترق من جميع الجهات وبالتالي انت مش عارف تسيطر على المباراه.